اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران الأزكيان على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا ومولانا محمد المصباح المنير في الظلمات، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت القلوب إن لاقينا، فأنزلا سكينة علينا فثبت القلوب والأبصار إن لاقينا. في هذه الأيام المباركة، أيام الرحمة من شهر رمضان المبارك، وفي أوائل أيامه، ونحن نعيش فرحة أن بلغنا الله شهر رمضان المبارك، وفي نفس هذا الوقت نعيش الألم والحسرة على مفارقة بيوت الله التي اعتدنا أن نقف في محاريبها، وأن تلهج ألسنتنا، وأن تتضرع إلى خالقنا تبارك وتعالى. في هذه الأيام نعيش في أول لقاء مع حضراتكم، مع نداء الله سبحانه، ومع قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لنعيش وإياكم ما الذي يمكن أن نفعله في هذه الأيام المباركة وفي هذا الشهر المبارك، ونحن في بيوتنا ونحن مع أهلينا، وقد عكفنا في البيوت بدل أن نعتكف في المساجد لحكمة يريدها الله. ونسأل الله سبحانه أن يكتب لنا الأجر كاملا، لأنه من لازم عبادة ومن لازم طاعة ثم حبسه عنها حابس ومنعه عنها عذر كتب له الأجر كاملا. يعني يكتب لكل واحد منكم كان قد اعتاد فيما مضى أن يقصد بيوت الله وأن يقف على عتبات الله، وكان محافظا على صلاة الجمعة والجماعة، يكتب لكل واحد منا بإذن الله سبحانه أجر كل خطوة كان يخطوها إلى المسجد، ويكتب له أجر الصلاة في المسجد، لأن الذي منعه عذر ولأن الذي حبسه حابس. ما الذي يمكن أن نقوم به في البيوت لنعوض ما كان يمكن أن يكون في المساجد؟ قبل أن أدخل وإياكم في سلسلة حلقات ستكون معكم إن شاء الله سبحانه وتعالى على هذا الموقع المبارك، موقع الجمعية الإسلامية اللبنانية ومسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سيدني لاكمبا، قبل أن أدخل وإياكم في سلسلة هذه الدروس، ماذا يمكن أن نفعل؟ ما العبادات التي يمكن أن نقوم بها في البيوت؟ وأيضا كيف نعيش روح هذه العبادات؟ وكيف نرقى مع هذه العبادات إلى المعبود؟ وكيف تكون هذه العبادات سلما للوصول بنا إلى المعبود سبحانه وتعالى؟ كيف نرقى مع كل عبادة نؤديها في هذا الشهر المبارك؟
كيف ترقى قلوبنا وكيف تعرج أرواحنا لنصل إلى الحضرة القدسية ولنعيش ذاك المقام الذي يطمح إليه كل سالك ويطمح إليه كل عاشق. هذا المقام هو مقام القرب. تعالوا معي لنبدأ في هذا الدرس الأول معكم مع قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النداء من الله، المنادي هو الله، والمنادى هو الذين آمنوا. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أعطيها سمعك، لأن وراءها أمر أو وراءها نهي، هكذا يقول ترجمان القرآن وحبر القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يا أيها الذين آمنوا، المنادي هو الله، والمنادى يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن الكريم دستورا ومنهاجا. ما المطلوب يا رب؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. يا رب، ما قدسية هذا الصيام حتى تكون فرضيته علينا وعلى كل الأمم السابقة؟ ما الحكمة وما المقصد من وراء هذا الفرض ومن وراء هذا النسك؟ يقول الله: لعلكم تتقون. كأن ظانا يظن بأن مقصد الصيام لعلكم تجوعون أو لعلكم تعطشون. لعلكم تتقون، كيف يمكن أن نصل من خلال الصيام إلى مقام التقوى؟ ولكن الآيات لم تنتهي هاهنا، وإنما نجد بأن في طيات هذه الآيات لعلكم تتقون. طيب، أيضا تعالوا لنكمل الآيات لنصل إلى لعل الثانية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأن تصوم فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ما في لعل تانية. خلينا نكمل الآيات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن لعلكم تتقون، بعدين ولعلكم تشكرون، ثم بعد ذلك ماذا يقول لنا الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ها، القرب، مقام القرب، مقام القرب الذي يبغيه كل سالك ويقصده كل عاشق، مقام القرب. وإذا سألك عبادي عني، الذين يبحثون عن القرب مني، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في هذه الآيات نجد لعلكم تتقون، ونجد لعلكم تشكرون ولعلهم يشكرون، ونجد لعلهم يرشدون، لتكملوا العدة، لتكبروا الله على ما هداكم، لعلكم تشكرون. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن كيف يمكن أن نصل من خلال شهر رمضان إلى كل هذه المقاصد وإلى كل هذه المقامات؟ تعالوا معي لنقف أولا عند الصيام في الآية الأولى، وعند القيام في الآية الثانية.
الصيام في الآية الأولى، كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهود الشهر عند الفقهاء له معنى، وشهود الشهر عند علماء السلوك له معنى. عند علماء الفقه معناه شهود الشهر أن يشهد دخول شهر رمضان وهو مقيم بالغ عاقل إلى آخر ما يقوله الفقهاء. فمن شهد منكم الشهر عند علماء التربية والسلوك إلى جانب ما قاله علماء الفقه، فمن شهد منكم الشهر شهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وعاش في هذا الشهر مع القرآن الكريم مع كلام الله يقرأه ويتلى عليه. من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، وعاش من خلال الصيام مع مقام المراقبة. لأن الصيام لعلكم تتقون، التقوى الخشية، ولا يمكن أن يصل العبد إلى الخشية إلا إذا استشعر رقابة الله عليه، استشعر أن الله يراه، واستشعر أن الله مطلع عليه، واستشعر أن الله يعلم حاله. هذا مقصد من مقاصد الصيام. الصيام أن تصوم، تمتنع الجوارح عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا صيام الظاهر. أما صيام الباطن فهو أن تستشعر رقابة الله عليك. كيف تستشعر رقابة الله عليك؟ الصيام يقوي هذا الاستشعار. كيف يقوي هذا الاستشعار؟ حين تكون في خلوتك ويكون الماء أمامك أو الطعام أمامك أو ما تشتهيه أمامك، ولا يراك أحد ولا ينظر إليك أحد، ما الذي يمنعك أن تشرب أو أن تأكل وأنت في خلوتك؟ إن الذي يمنعك هو شعورك بأن الله يراك وأن الله مطلع عليك، أو استشعارك لهذا المقام اللي هو مقام المراقبة. لذلك الصيام لتصل من خلال صومك إلى استشعار وشعور أن الله يراك وأن الله مطلع عليك. فإذا استشعرت من خلال صيامك بأن الله رقيب عليك، ها هذا بالصيام. رحنا للقيام بقى، القيام بالقرآن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. رحنا إلى القيام في الليل، وأنت في قيامك تقرأ القرآن أو تتهجد إلى الله بالدعاء والتضرع. إذا استشعرت في صيامك في نهارك، إذا استشعرت رقابته عليك في صيامك، أشعرك بقربه منك في قيامك. لذلك قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن صيام النهار، صوم النهار لنستشعر من خلال هذا الصوم رقابة الله علينا. لذلك قال لعلكم تتقون، تحققون فيكم مقام التقوى، مقام الخشية. والخشية لا يمكن أن تتحقق في العبد إلا إذا استشعر رقابة الله عليه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رباه إني قد عرفتك خفقة في أضلعي، وهتفت باسمك يا له لحنا يرن بمسمعي. أنا من يذوب تحرقا بكأسي دون توجعي، قد فاض كأسي بالأسى حتى سئمت تجرعي. فإذا ما كان ليلك وقمت إلى قيامك في صلاة أو دعاء
أو تهجد أو قراءة للقرآن أشعرك الله بقربه منك. عشان هيك قال لك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى، عشان هيك قال لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإذا قمت لتقول له يا تسبيحتي في مسجدي أو مهجعي، يا ربي إني ضارع أفلا قبلت تضرعي، إذا ناديته فقلت له يا تسبيحتي في مسجدي أو مهجعي، يا ربي إني ضارع أفلا قبلت تضرعي، أشعرك بقربه منك. فإذا أشعرك بقربه منك احتاج هذا الإشعار لك إلى شكر منك حقيقي لله، عندها تصل إلى مقام الشكر. لذلك قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهان يعيش الإنسان من بعد صيامه وقيامه يعيش مقام الشكر الحقيقي لله، حين يشعر بقربه من الله، يشعر بهذا الفضل ويشعر بهذه النعمة ويشعر بهذا العطاء، يصير قريب من الله. كنت سمعه فبيسمع، وبصره فبيبصر، ويده فبيبطش، ورجله فبيمشي، إن نور وجهه عندي لأقوى من نور الشمس، إذا سألني أعطيته وإذا استجارني أجرته. لما بيعيش هذا المقام القرب بيشعر بالقرب، بيصير يحتاج هذا الشعور منه إلى شكر، فبيعيش مقام، بيعيش مقام الشكر. كيف يمكن أن نبرمج وقتنا، أن نضع برنامج لوقتنا في بيوتنا للعبادات لأنفسنا ومع أهلنا وأبنائنا؟ أذكر لكم البرنامج الآن سريعا، وفي درسنا القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى نفصل في كل ما سنذكره. فلنبدأ من وقت السحر. وقت السحر هو وقت قيام الليل، وأفصل فيما بعد إن شاء الله، ولكن أنا الآن أضع البرنامج ونفصل لكل نقطة من هذه النقاط في الدرس القادم. نبدأ في وقت السحر، نقوم إلى قيام الليل. قيام الليل ركعتان أو أربعة أو ستة أو ثمانية على وفق استطاعتنا. نقوم في هذا الوقت الذي ينادي فيه الله عباده، ألا هل من سائل، ألا هل من مستغفر، ألا هل من صاحب حاجة. نقوم إلى قيام الليل ثم نتسحر، لأنه من السنة تأخير السحور وتعجيل الفطور، فنؤخر السحور إلى قريب من الفجر. تسحروا فإن في السحور بركة. سأتحدث وإياكم عن يوم نبوي، كيف يكون يومنا نبوي ونحن في بيوتنا، كيف كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عسى أن نعيش في هذه الأيام وفي هذه المحنة التي نحن فيها يوما كاملا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعيش هذا اليوم متكررا في كل أيام شهر رمضان. إذن نقوم قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، ثم نتسحر إن في السحور بركة، ثم نصلي الفجر. نصلي الفجر جماعة مع أهل بيتنا لعدم قدرتنا على صلاته في المسجد في هذه الأوقات، حفاظا على النفس البشرية وحفاظا على الانتظام العام. نصلي الفجر جماعة في بيتنا مع أهل البيت، ثم بعد ذلك نقعد التسابيح كما بكرة بنحكي عنها بالتفصيل، ثم الأذكار، ثم نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد أو جلس يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتي الضحى كان له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. تفصيل فيما بعد إن شاء الله. إذا صلينا الفجر نذكر الله حتى تطلع الشمس، نقرأ القرآن، نسبح، كل هذه التفاصيل نتحدث بها إن شاء الله، ثم نصلي ركعتي الضحى كان له أجر حجة وعمرة. بعدين يأتي وقت عندنا متسع من الوقت للأمور الخاصة، ثم صلاة الظهر وما يكون قبلها وبعدها إن شاء الله. سنضع برنامج نحن وإياكم بإذن الله تعالى
برنامج، إما يضع الإنسان لنفسه برنامج قرآني، وسأتحدث كيف نقرأ القرآن في شهر رمضان إن شاء الله، ثم صلاة العصر، ثم ما بين العصر والمغرب الله سبحانه وتعالى قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. كل هذه الصلوات نصليها جماعة مع أهل البيت، ثم نستفيد من الوقت في جلسة قرآن أو في جلسة علم. وأنصح إن شاء الله في الدرس القادم ببعض الكتب في التفسير أو في من أبواب العلم نقرأها، ثم ننتظر الغروب، هذا الوقت قبل الغروب وقت دعاء، وقت تسبيح، وقت استغفار، وقت نحتاج أن نكون فيه قريبين من الله سبحانه وتعالى، ثم يكون الفطور، عجل الفطور، تعجيل الفطور، حتى كيف يكون كيف الفطور، نحن وعم نفطر كيف يكون فطورنا النبوي، يعني مثل ما كان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نحن وعم ناكل نكون عم ناخذ أجر إن شاء الله. نتحدث عن هذا الأمر، ثم بعد ذلك نصلي صلاة العشاء، وبعدها ما يعرف بصلاة التراويح أو صلاة القيام، نفصل فيها الحديث وإياكم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة وفي كل ساعة، يا جليس الذاكرين، يا دليل المتحيرين، يا أمان الخائفين، يا مغيث الملهوفين، يا مجيبا دعوة المضطرين، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، يا خير من سئل، يا أكرم من أجاب، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا كاشف البليات، يا كاشف البليات، يا كاشف البليات، يا كاشف البليات، يا دافع الملمات، يا فارج الكربات، يا شافي الأمراض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا عنك إلا قربته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العفو والعافية وحسن الختام. اللهم أعنا على الصيام، وأعنا على القيام، وأعنا على غض البصر وحفظ اللسان. اللهم اجمع قلوبنا على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا برؤياك، وأكرمنا بشفاعة حبيبك ونبيك ومصطفاك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.